أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. نشكر لكم حسن التفاعل، ونشكر لكم يعني هذا التواصل الجميل وهذه الملاحظات التي نعمل من حين لآخر على يعني على الأخذ بعين الاعتبار بها. حلقة اليوم حلقة تاريخية بامتياز، عن النهاية المأساوية للباشا التهامي القلاوي الرجل القوي في مغرب الحماية. بداية يجب الإقرار أن الباشا التهامي القلاوي يعتبر من الأعيان الكبار لمغرب الحماية، وهو زعيم قبيلة قلاوة بدون منافس، ورجل احتضنته الحماية بشكل كبير ما بين 1912 إلى 1956. من طبيعة الحال فهو من مواليد قصبة الوات سنة 1878. عاش الرجل حياة بادخة يعني بمعنى الكلمة، وامتلك سلطة. أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. نشكر لكم حسن التفاعل، ونشكر لكم يعني هذا التواصل الجميل وهذه الملاحظات التي نعمل من حين لآخر على يعني على الأخذ بعين الاعتبار بها. حلقة اليوم حلقة تاريخية بامتياز، عن النهاية المأساوية للباشا التهامي القلاوي الرجل القوي في مغرب الحماية. بداية يجب الإقرار أن الباشا التهامي القلاوي يعتبر من الأعيان الكبار لمغرب الحماية، وهو زعيم قبيلة قلاوة بدون منافس، ورجل احتضنته الحماية بشكل كبير ما بين 1912 إلى 1956. من طبيعة الحال فهو من مواليد قصبة الوات سنة 1878. عاش الرجل حياة بادخة يعني بمعنى الكلمة، وامتلك سلطة كبيرة على مساحات شاسعة من المغرب لما يربو أو لما يقارب 34 عاما يصول ويجول دون يعني دون خوف ودون رقابة نظرا لامتلاكه لهذه القوة. رحل الرجل إلى دار البقاء في 23 يناير 1956، وهي سنة الاستقلال، عن عمر يناهز 78 عام. خلف الرجل أو الباشا القلاوي أسرارا كثيرة، وألفت حول حياته العديد من المؤلفات والكتب والدراسات من طرف الفرنسيين الذين يعني كانوا الدعم القوي له، ومن طرف الإسبان، ومن طرف الباحثين والمؤرخين المغاربة. بعد إصابته بوباء من سرطاني بالمعدة يعني في بداية لم تفلح عملية جراحية أجريت له بمراكش من قبل البروفيسور كودار دالين وكذلك البروفيسور باستور فاليري، والتي دامت 3 ساعات يوم 7 يناير 1956. بعد هذه العملية ستتدهور صحة الرجل
ويبدأ العد العكسي في نهايته. تهمقلاوي كما قلت رجل شجاع، لم يكن يخاف الموت ولم يكن يهاب الموت. يقول لابنه عبد الصادق: يبدو أنك يا بني تخاف علي من الموت، ألم ينعم الله علي في هذه الدنيا بوافر نعمته وأفضاله؟ في كتابه أبي الحاج تهامي لعبد الصادق القلاوي أنه منذ سنة 1950 بدأت تتدهور القوة الصحية للتهامي القلاوي مع التأثير النفسي الكبير للصراع بينه وبين السلطان محمد الخامس. ويقول ابنه عبد الصادق أن الأطباء خذلوه بشكل كبير، وكأنه ينسب موت أبيه لخذلال الأطباء، فقد كان الرجل كما يصفه أشبه ببركان يرمي بآخر حممه بعنف شديد وغير مشهود ليخمد إلى الأبد. ربما تشنج العلاقة بين الباشا القلاوي المدعم من طرف فرنسا الاستعمارية ومن طرف رجال الحماية والسلطان محمد الخامس يعود إلى يوم 23 دجنبير 1950، وهذه يعني حينما قلل الباشا القلاوي أدبه على السلطان بشكل كبير، لكن هذا الخلاف ازداد وتفاقم بشكل كبير جدا خلال 6 سنوات، واتسعت القطيعة إلى 8 نوفمبر 1955 حيث سافر التهامي القلاوي لطلب الصفح والعفو من طرف السلطان في مدينة سان جيرمان أون لي، حيث قام بتقبيل الأرض تحت أقدام السلطان ليصفح عنه. يعني وهناك صور عديدة لهذا المشهد الذي أضر كثيرا بنفسية الرجل. الارتماء على الأرض لتقبيل أقدام السلطان والإحساس بالمهانة والطريقة التي عومل بها كان لها وقع وتأثير كبير على الصحة النفسية لرجل قوي ولا رجل يعني لا يستحسن المدلة، وهو الرجل القوي الذي حكم المغرب من مراكش. هذا التأثير النفسي القوي دفع بالرجل أن تتراجع صحته النفسية بشكل كبير جدا. وفي 23 يناير 1956 يعني على مقربة من شهور قليلة على حصول المغرب على الاستقلال توفي الرجل. دفن التهامي القلاوي في ضريح سيدي بن سليمان الجازولي مخلفا وراءه كما هائلا من الأسئلة المعلقة وأسئلة يعني لا زال الباحثون والمؤرخون ينقبون في الأرشيفات عن أجوبة شافية. كيف مرض الرجل وكيف انتهت يعني حياته بسرعة قياسية قبل أن يحصل المغرب على الاستقلال؟ كان هذا فقط جزء أو مقدمة
من حديث عن تهامي قلاوي سنتبعها في حلقة قادمة. شكرا لتفاعلكم وشكرا لتواصلكم. كان معكم عبد الله الساورة، وإلى لقاءات مسيرة جديدة بحول الله. لكم كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.